سلمت قلبي يا ربي لتغسله، رفعته لك من خوفي فأنت له. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. حبايبي متابعين القناة، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. النهاردة حبيبي ان شاء الله هعمل معاكم صنف كده حلويات، حاجة كده جميلة وخفيفة. ان شاء الله هعمل معاكم تارت. ان شاء الله هنعمل مع بعض الأول عجينة التورت. اول حاجة معايا هنا هقولكوا على مقادير العجينة، وبعد كده بتحشيها بقى هقولكوا على هديكوا افكار للحشوات بتاعة التورت، وكل واحد بيعمل الحشوة اللي هو بيحبها. تمام. اول حاجة حبايبي معايا هنا 3 كوبايات دقيق من المج دوت، معايا 2 بيضة، ممكن تستخدمي الصفار بس، يعني لو حابه تستخدمي الصفار بس استخدمي الصفار بس، عايزه تستخدمي البيضه كلها على بعضها استخدمي 2 بيضة، 2 بيضه ورشه فانيليا معايا هنا 2 سكر بودر مطحون زي ما انتم شايفينه كده اهو، ومعايا كوبايه زبده، وطبعا هنحط رشه ملح على الدقيق اهو زي ما انتم شايفين كده. اول حاجه هعملها حبايبي هحط الزبده على الدقيق. بسم الله. اول حاجة حبايبي الزبدة هنا، في حاجة مهمة عايزة اقول لكم عليها، لازم تكون الزبدة خارجة من الثلاجة، لازم تكون ساقعة جدا، ونحطها على التورت. هي ده من نجاح عجينة التورت معاكي، لازم تكون الزبدة ساقعة. تمام. هحط الزبدة زي ما انتم شايفين كده اهو. هحاول ان انا افكها كده اهو مع الدقيق اهو زي ما انتم شايفين كده. طبعا احنا هنحط المكونات كلها على الدقيق، وهنفرك كده الحاجات كلها مع بعضيها، لان طبعا احنا عارفين الطرد مش بيتعجن، مش هنعجنه خالص، احنا بس ايه هنلم الحاجة مع بعضيها وهنعمها كلها كده مع بعضيها، لان عجينة الطرد لازم تكون ناعمة، وكمان ملمسها يكون طري وناعم، وما تكونش عجينة ناشفة، يعني لازم تكون عجينة طرية ولينة، وما تكونش ناشفة ولا تكون سائلة. تمام. يعني مش بنعجنها ولا بنسيبها ناشفة. فهنشوف مع بعض دلوقتي. انا دلوقتي بفك الزبدة اهو. الطريقة دي عشان البنات اللي هم اول مرة يعملوه اهو. يا حبيبي هحط بقى معايا البيضتين اهو، وهحط السكر، وهحط رشة الفانيليا، الفانيليا الخام بتاعتي دي خام، فانا هحط رشة كده خفيفة اهو يا بنات، وهنعجن بقى مع بعض. بسم الله. هنلم بقى العجينة كلها مع بعضها كده، وهنفرك الزبدة في الدقيق مع المكونات كلها مع بعضها، واي قطعة زبدة هتيجي تحت ايدك هتفركيها مع الدقيق والباقي المكونات بالشكل ده اهو يا حبايبي. زي ما انتم شايفين كده انا بلم العجينة كده مع بعضها اهو.
ورجعت لكم حبايبي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. فرقت المكونات كلها مع الدقيق، مع الدقيق زي ما انتم شايفين كده اهو. ما شاء الله، عايزه اقول لكم الدقيق اتشرب بالمكونات كلها مع بعضيها اهو. ووزعت الزبده زي ما انتم شايفين في الدقيق كده اهو، زي ما انتم شايفين كده اهو. جبت كمان كوبايه ميه ساقعه، هلم بقى المكونات كلها مع بعضها. جبت كوبايه ميه ساقعه اهي، هحط بقى كده على حسب ما هتاخد مني، وكل ما الاقيها محتاجة هحط كده على قد الطلب يعني. لان طبعا زي ما احنا قلنا مش هنعجن، احنا بس هنلم المكونات مع بعضيها اهو. طبعا هي لسه محتاجة اهي، بسم الله. هتحطي المية زي ما قلت لكم بالطلب كده، على اساس ان انتي تتحكمي في العجينة اللي في ايديكي، مش هي اللي تتحكم فيكي. تمام اهو، هنفضل نلمها كلها مع بعضها كده، بحيث ان في الاخر تدينا عجينة لينة وملمسها ناعم وطرية. حبايبي زي ما انتم شايفين كده، ورجعت لكم حبايبي زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله. العجينه بتاعتي اهي، لينه وجميله، وعايزه اقول لكم طريه وناعمه في ايدي جدا اهي زي ما انتم شايفين كده. هسيبها بقى ترتاح في التلاجة كده حوالي ربع ساعه او نص ساعه، براحتك يعني، على حسب ما تجهزي الصوصات بتاعتك او الفواكه اللي هتجملي بيها او هتحشي بيها التورت. فهنحطها في التلاجة ترتاح، هنغطيها كده بكيس بلاستيك او بالبلاستيك الغذائي، وهنحطها في التلاجة. وبعد كده هنشوف هنشكلها مع بعض ازاي. خليكم معايا حبايبي، تابعوا الفيديو. ورجعت لكم حبايبي، العجينة بتاعتي اهي، خرجتها من التلاجة. هنشوفها بقى مع بعض اهي زي ما انتم شايفين كده اهي. معايا هنا كيسة نايلون زي ما انتم شايفين كده، فتحاها وهجيب كيسة زيها كده برضو هفتحها، وانا فردتها كده على الرخامة. وهجيب كيسة تانية اهي. لازم تكون العجينة بتاعتنا باردة زي ما انتم شايفين كده، زي ما قلت لكم يعني ان انا حطيتها في التلاجة. معايا حبايبي الفرن، الفرن دي فرن صغيرة كده بتتباع في محل الادوات المنزلية، موجودة في كل المحلات. ومعايا دول برضو اهو، هنشوف هنعمل ايه مع بعض حبايبي. خليكم معايا بقى، تابعوا الفيديو. هفردها كده اهو، بسم الله. هي طبعا بتاخد مجهود في الفرد يعني، بس هي طالما مخدومة كويس والمقادير بتاعتها كويسة والعجينة تمام وكل حاجة تمام، هتطلع هتتفرد معاكي وهتبقى كويسة. هفردها بقى كده حبايبي وهرجع لكم، خليكم معايا تابعوا الفيديو. ورجعت لكم حبايبي اهو، زي ما انتم شايفين كده فردتها. هشيل بقى الكيسة بتاعتي زي ما انتم شايفين كده، انا رققتها خالص اهو، السمك بتاعها اهو زي ما انتم شايفين كده. معايا الفورمة دي، طبعا القاعدة بتاعتها بتتشال كلنا عارفين، هاخدها بقى اهو.
حبيبي، هشيل كده. طبعا هنرجع نفرده تاني اهو. هاخد بقى المقاس اللي هو المتوسط، تمام اهو، مش هاخد المقاس اللي انا قطعت بيه عشان اعمل الحواف زي ما انتوا واخدين كده، اللي هي الطرف بتاعتها زي ما انتوا واخدين بالكم اهو. اهو يا حبايبي، يا رب تكون الخطوات واضحة، عشان ناس كتير سألوني على التارت وطريقة التارت، فحاولت ان انا اعمله بطريقة سهلة وبسيطة عشان البنات اللي هيعملوه لأول مرة ينجح معاهم ان شاء الله من اول مرة. اهو يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، اهو زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله، المقادير بتاعته ما شاء الله مظبوطه جدا جدا. اهو بتظبطي العجينه في الفورمه زي ما انتم شايفه كده. هجيب الشوكه بتاعتي كده حبايبي اهو، هخرمه كده عشان اديله تهويه عشان يعني ما يتنفخش مني اهو. اهو يا حبايبي هركنه بقى على جنب. طبعا انا بسخن الفرن على درجة حرارة 180، هركنه على جنب على بال ما اعمل الفرن الصغيرة، وهرجع اوريكم ان شاء الله التشكيلة كلها اللي انا عملتها. خليكم معايا يا حبايبي تابعوا الفيديو. ورجعت لكم حبايبي، المقدار بتاعي عمل لي الكميه ديت زي ما انتم شايفين كده، خلصتها وخرمتها بالشوكه زي ما انتم شايفين كده اهو. هدخلها بقى الفرن، هرصها على صينيه او على صاجه فرن وهدخلها الفرن حبايبي، وان شاء الله هوريها لكم. انا يا دوب بس هديها لون طبعا عشان ما تتلهفش منك او تتحرق منك. خلي الفرن على درجه حراره 180، درجة حرارة متوسطة يعني، ويدوب بس هنديها هنسويها هتاخد لون بس فاتح، وان شاء الله هوريها لكم بعد ما تستوي يا حبايبي. خليكم معايا تابعوا الفيديو. جات لكم حبايبي زي ما انتم شايفين كده، التارت بتاعي خلص واللون بتاعه جميل زي ما انتم شايفينه كده اهو. طبعا انتم عارفين ان الاسطوانه دي او الفرم دي بالقاعده بتاعتها اللي تحت دي اهي زي ما انتم شايفين كده. وده التارت بتاعي اهو ان شاء الله. عايزه اقول لكم طلع جميل جدا جدا، شفتوا التسويه بتاعته رائعه بصراحه، وهوريكم دوت كمان اهو ما شاء الله. شوفوا التسويه بتاعته جميله جدا جدا، ان شاء الله هجمله بقى حبايبي وهرجع لكم تاني هوريكم ان شاء الله هنعمل ايه مع بعض. خليكم معايا حبايبي تابعوا الفيديو. ورجعت لكم حبايبي، وهو ده تزيين التارت بتاعي اهو، زينته زي ما انتم شايفين كده. وطبعا كل واحد بيزين بذوقه وبطريقته هو وزي ما هو حابب يعني، فانا عملت كده زينتها بصوص الكراميل على صوص الكريم شانتيه زي ما انتم شايفين كده، وجملتها بالفواكه، وهنا برضو بطنت بصوص الشوكليت اللي عملته هنا على يعني عملته هنا في البيت. ممكن تعمليه بالنوتيلا لو انت متوفر عندك، وهنا بالكريم شانتيه برضو والكريز والشوكولاتة والفواكه، وهنا برضو نفس الحكاية. فكل واحد بيزين بالطريقة اللي هو شايف على حسب ذوقه يعني وطريقته وكده. فيا رب النهاردة تكون الوصفة خفيفة وسريعة وعجبتكم حبايبي، وجربوها ان شاء الله تنال رضاكم. واذا عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك للفيديو، وتعملوا شير للفيديو، وتعملوا سبسكرايب للقناة. بحبكم جدا جدا في الله، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.